واحد بيقول إذا كان السيد المسيح قد ناب عنا على الصليب فما المانع أن يكون موته عنا بمثابة المعمودية الأصلية؟ والتي تأسست على مثالها معمودية الماء والتي هي دفن على شبه موت. هو الكتاب قال شبه موت لكن هو ما بيقولش شبه موت، بيقول احنا متنا معاه فعلا. بيقول صح السؤال لان من المسلم به ان المعمودية ما هي الا موت مع المسيح بشبه موته. إذن فموته على الصليب معمودية له بصفته نائب عنا. طب إذا كان مات المسيح نائبا عنا بنموت إحنا تاني ليه؟ إذا كان المسيح موته اعتبر معمودية نيابة عننا فاحنا بنعتمد تاني ليه ما دام هو اعتمد بالنيابه عننا؟ ده لو اعتبرت ان موته معموديه.